النهارده قصتنا مختلفه تماما. النهارده قصتنا شغل شيفات. شغل شيفات النهارده هيعمل لكم فطيره سهله وسريعه جدا جدا، ممكن تقولوا عليها بيتزا بس مش هقدر اقول عليها بيتزا، فيها كذا تركه. تابعوا معايا الفطيره بتاعتنا، فطيره الطاسة، هنعملها سهله وسريعه ازاي. تابعوا معايا. زي ما قلت لكم وصفتنا سهله وسريعه، عباره عن ايه؟ شويه فلفل عندك، شويه طماطم. هنقسم الوصفه بتاعتنا لان هي حاجتين، جزء فيه عجين وجزء فيه الخضار والبيض بتاعنا اللي هنقول على التركه برضو بتاعته. خلاص، يبقى ده الدقيق هنا مع الزبادي، وناخد الزبده بتاعتنا هنحتاجها، ونحتاج معلقه زيت. الطاسه بتاعتنا جاهزه، النار هاديه جدا عليها. هحط، انا هعمل بزبده بس لازم طبعا قبل الزبده زي ما احنا عارفين وقلنا شغل شيفات، هنحط معلقه زيت واحده بس. التركية بقى بتاعتنا النهارده هنقول كده على كام حاجه واحنا يعني ماشيين كده في الوصفه بتاعتنا. البيض بتاعي، علشان اوفر في البيض ما عنديش غير بيضتين بس، هعمل ايه؟ هحطهم في الفريزر نص ساعه او ساعه عشان اتاكد انهم جمدوا، وهنشوف هنقطعهم مع بعض سلايسات، ودي هتوفر معانا في الوصفه بتاعتنا النهارده. نحط بقى مكعبين زبده، وممكن واحنا شغالين وحاطين الخضار بتاعنا نزود زبده، مفيش مشكله خالص، بس عشان ما نكترش. يلا، شايفين انا عايزه الطاسه بتاعتي تبقى هاديه جدا زي ما انتم شايفين كده. خلاص، الزبده بتسيح براحتها ما تتحرقش. هبتدي احط الفلفل، تعالوا نحط واحده كده هي في النص، زوقي بقى براحتك. وادي الفلفل الاخضر، كان ممكن يبقى اكبر شويه عشان احط جواه البيض، مفيش مشكله، مش هنقف يعني. رصينا الفلفل بتاعنا، جه دور الطماطم بتاعتنا، مش هنحطها بالقلب بتاعها، هنحتاج ان احنا نشيله بحركه بسيطه جدا. شلنا الطماطم بتاعتنا، نتصرف بقى ونلعب كده كل الالعاب علشان الولاد واحنا ناكل حاجه شكلها حلو. نرص الطماطم، النار هاديه جدا عندي علشان انا مش عايزه ده يتحمر، انا عايزاه يستوي من غير ما يتحمر. خلصنا مرحله الطاسه، هنخش على مرحله العجين. لا هنعجن ولا هنخمر ولا اي حاجه خالص. طب تعالوا الاول هنعمل ايه عشان اسهل عليكم. هننزل بشويه ميه بسيط قوي، ولو احتاجنا ميه هنزود. اهم حاجه عندي في العجينه بتاعتي الزبادي. يلا، ما فيهاش خميره، هي فيها بيكنج باودر بس. هننزل الزبادي وننزل البيكنج باودر كده، وهناخد زيت، زيت زيتون، حاجة صحية براحتك خالص كده. هي زيت وزبادي ده اللي انا هعجن بيهم. انا حطيت لو تلاحظوا معلقة مية بسيطة جدا. هقلب الخليط ده مع بعضه. مش هننسى طبعا نطعم العجينة بتاعتنا، نديها شوية ملح وفلفل، عندك شوية زعتر، تمام، ادي كده سنة ملح، وناخد سنة فلفل زي ما قلت لك، سنه زعتر، بابريكا، اللي انت عايزاه. عايزه تطعميها باي حاجه براحتك خالص. ونقلب كده، ابتدي انزل بالدقيق بتاعي. زي ما قلت لك هي عجينه سهله جدا، عامله زي البانكيك بس اتقل شويه. نقدر نقول زي الكيك بس اخف شويه. شويه زعتر فريش لقيناهم عندنا، حلوين مجففين، مفيش مشاكل، نحطهم كده، يا سلام. ونقلب كده، دو بالكوا احنا في مكونات هتتحط على العجينه، فما نزودش ملح، ما نقولش لازم نظبط الملح بتاعها. شايفين الزبادي بتاعي طلع قليل او الدقيق بتاعي طلع كتير، بشويه بقى ميه معايا افك بيها العجينه بتاعتي، وهنشوف التقل بتاعها عامل ازاي اللي احنا عايزينه. ادي القوام اللي انا عايزاه، شايفين اهو، هنفرده بسهوله. قلت لكم مش هنزود ملح علشان كمان معانا معلقتين جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا تطعم لي العجينه بتاعتي، بسيط قوي. وهنخلي حبه نحطهم على وش الفطيره بتاعتنا. خلصنا، نلم بقى العجينه كده بتاعتنا. شايفين مفيش اسهل من كده، عجينه ما خدتش مننا دقيقتين بالظبط، يا دوب جمعنا المكونات. الخضار بتاعي حطيته على الطاسه بتاعتي، النار هاديه اهو، شايفين بس كده. وجت اللحظه الحاسمه بتاعت التركه بتاعت البيضه. البيضه بتاعتنا متجمده، يا رب اتجمدت جامد ولا لسه ايه. وعندي كمان بيضه زياده، فكرت ان انا اعمل ايه، احطها تبقى قيمه غذائيه زياده معايا على العجينه. تعالوا نحطها. وحطينا البيضه بتاعتنا، قلنا بقى ايه يعني نزود القيمه الغذائيه بتاعتنا. وانا لسه يعني هي برده كده القوام بتاعها حلو جدا، ما تقلقوش خالص. جاهزين معانا نشوف التركه بتاعتنا؟ تعالوا. طبعا انتوا خايفين، لكن احنا زي ما قلنا التركه بتاعتنا ان احنا بنجمد البيضه بتاعتنا. حلوه قوي، حطيها مش اقل من ساعتين، معلش ساعتين في الفريزر، وبعدين نطلعها. هنقشرهم ونقطع، قشرناهم هنقطعهم، وده نوع من انواع التوفير يا جماعه، بدل ما نحط البيضه كامله. خلاص، تعالوا كده. احنا طبعا عملنا الحركه دي ليه؟ عشان نوفر معانا
في البيت بدل ما احط بيضه كامله هم بيضتين بس اللي عايزه اعمل بيهم العشاء، هروح عاملاهم كده وحطهم في الفريزر. مش عايزه ممكن تحطي في كل واحده بيضايه او تضربيها وتنزليها، مفيش مشاكل خالص. تعالوا كده، بس شكلها لذيذ موفره، هنوفر في البيت بتاعنا. تعالوا نحط فين تاني؟ تعالوا نحطها هنا. يلا كده معايا شويه فلفل ممكن ازود بيهم كده كده اهو. وهننزل بالعجينه بتاعتنا اللي احنا جهزناها سوا. حطينا العجينه بتاعتنا، هنعمل ايه؟ 5 دقايق نحس انها عملت حرف وهي متغطيه بالمنظر ده. خلاص يكون الفلفل والبيض بتاعي استووا والعجينه نوعا ما استوت، هنقلبها مع بعض ونرجع نشوف هنكملها ازاي. تعالوا نشوف بقى احنا وصلنا لايه. قعدت معانا 10 دقايق، شايفين مش لازقه، ودي اهم حاجه. هنعمل ايه عشان اسهل عليكي؟ هنروح قلبينها ازاي عشان العجينه لسه طريه؟ هنروح منزلينها كده، وبعدين هنروح قلبينها في الطاسه بتاعتنا. بس نحط الاول نقطتين زيت عشان نضمن انها ما تلزقش كده. المفروض ان انا همسحها عشان انا هقلب الطاسه دلوقتي، اتاكد انها كلها كده عشان ما تلزقش معانا. ونروح قلبينها. جاهزين؟ تستاهل يا جماعه نتعب لها شويه. ونرجعها تاني على النار ونار اهدى شويه عشان نسوي العجينه، ونغطيها 10 دقائق كمان والفطيره بتاعتنا تكون جاهزه. تعالوا كده نشوف الفطيره بتاعتنا، ده كده تمام جهزت جدا. تعالوا اقول لكم على تريكه برضو عشان نخليها تلمع، بنروح مدينها دهنه كده من الزبده. ودي فطيرتنا سهله جدا وسريعه، شويه جبنه كده على الوش مش هتقول لا، شويه بقدونس كده على جنب جنب الفلفل. ودي كانت الفطيره السريعه بتاعتنا، فطيره البيض المجمد التركه، خلوا بالكم منها. ودي كانت فطيرتنا، واشوفكم على خير. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.